بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في حلقة جديدة وفي ليلة مباركة عظيمة، ألا وهي ليلة من ليالي القدر، أو الليالي التي وارد في الروايات أنها ليلة القدر، وهي بنفس الوقت ليلة مؤلمة وعظيمة في ألمها وحزنها على قلب كل محب وموالي، ألا وهي ليلة ذكرى استشهاد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. فعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الذكرى والفاجعة الأليمة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم لمصابنا بسيدنا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. سلام الله تعالى عليه. أحسنتم سيدنا. الآية المباركة اللي اختارناها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا ثلاث آيات، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، ليلة القدر ليلة نزول القرآن بلا إشكال، وذلك بالتصريح القرآني: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وضمير أنزلناه يعني القرآن. وبعد ذلك يتكلم عن فضائل ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، كانما سؤال تعجيزي. بعدين خير من ألف شهر. النقطة الأولى في هذا المجال أنه القرآن نزل على شكلين وعلى طريقتين: نزول دفعي، وهو النزول في ليلة القدر في ليلة القدر، ونزول تدريجي، بمعنى أنه في ليلة القدر نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بكله. وهناك نزول تدريجي، وهو بحسب الوقائع وحسب الموارد كانت تنزل الآية بحسب القضية الخاصة، والحوادث التي كانت تقع. تعرفون كانت حوادث تقع، ومسائل كانت تحدث، تنزل آية بذلك الأمر. أسباب النزول. أسباب النزول. والدليل على أنه القرآن نزل بهذين الطريقتين، هناك آية في القرآن الكريم، آية من سورة طه، آية 114، تقول: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني يا رسول الله، يا محمد، لا تستعجل بالآيات لبيانها إلى الناس، الآيات كلها عندك والآيات كلها في قلبك، ولكن لا تبينها إلى الناس قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني تنزل الآية أنه يا محمد قل. مثلا في قضية الغدير بلا إشكال هي نزلت من التنزيل الأول. ومسألة بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في قضية الغدير. وهو في واقع الحال قال على أنه نزل علي جبرائيل وقال أنه بلغ ما أنزل إليك وأنا أبلغكم بولاية علي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى بينت؟ في واقعة الغدير. فيقضى إليه وحيه فيبينها رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الآخر الذي أريد أن أبينه في مثل هذه الدقائق، أن ليلة القدر أيها الأحبة، كما ذكرته الآية من سورة الدخان،
أنه يفرق فيها كل أمر حكيم. نعم سيدنا، لطفاً ممكن قبل الدخول إلى هذا المبحث، نعم، الفرق بين الإنزال والتنزيل اللي ذكرت حضرتك، نعم، الآيات اللي تتكلم عن التنزيل تقول نزلناه، نعم، واللي تتحدث عن النزول دفعة واحدة أنزلناه. أحسنتم، جميل، أحسنتم. هذا نكتة مهمة، على أنه عندنا تنزيل وعندنا إنزال. الله أنزل القرآن في ليلة واحدة، ولكن التنزيل يكون ماذا؟ بحسب الحالات والظروف والحوادث. يفرق فيها كل أمر حكيم. هذه في واقع الحال تبين هذه الرواية، هذه الآية وآية سورة القدر، على أنه ليلة القدر ليلة التقدير، تقدير معاش الناس، تقدير قضايا الناس، تقدير أرزاق الناس، كل هذا في هذه الليلة تقدر. ولذلك قيل على أنه تعالوا ادعوا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة حتى رب العالمين يقدر لكم الخير. من يريد حج بيت الله الحرام هذه الليلة يتوسل إلى الله، من أراد الذرية الصالحة، من أراد العافية، من أراد الزوجة، من أراد ومن أراد، كل ما تريدونه من عافية وقضاء رزق، قضاء دين وما إلى ذلك في هذه الليلة. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقدر الأمور هذه الليلة. طبيعي إذا قدرها ليس بالضرورة يقضيها. أكو تقدير أكو قضاء. الله قد يقدر الأشياء ولكن قد ماذا؟ لا تقضى. ليش؟ على أي حال هناك بداء. نعم. هناك الله سبحانه وتعالى ينسخ الأمور. قد الله سبحانه وتعالى على أي حال قدر لي أن أعيش بعد 30 سنة، ولكن لا سمح الله صدر مني شيء من قطيعة الرحم، قد الله سبحانه وتعالى يقلل هذا التقدير إلى 10 سنوات. أو الله قدر لي مثلا مولانا رزق معين، نعم، ولكن أنا بمعصية معينة الله يحجب هذا الرزق، كما ورد في الروايات هناك ذنوب ماذا على حال تقطع الرجاء، وذنوب تمنع الرزق، تمنع الرزق وتمنع قطر السماء كما ورد في الدعاء الشريف. نعم. وهناك على حال مرحلتان في تقدير الله سبحانه وتعالى. الله يقدر لي الحج إن شاء الله تعالى، وأنت أيضا إن شاء الله في هذا العام، ولكن لا سمح الله إذا فعل الإنسان شيئا الله يرى ذلك غير جدير على أن يكون ضيفا من ضيوف الرحمن، قد ماذا يستبدل بشخص آخر. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، قد الله سبحانه وتعالى لم يقدر لي الحج هذه الليلة، ولكن فعلت شيئا بدعاء أمي، بدعاء المؤمنين، بأمر فعلته رب العالمين قد ماذا يرزقني الحج من حصة آخر كانت قد ماذا قدر له وسلبت منه وتعطى لعبد آخر. لذلك الإنسان لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء دائما، أن يا رب أنت قدرت لنا الخير ونشكرك على هذا التقدير، يا رب اقضي لنا الخير، اقضي. هذا القضاء مهم جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الإخوة المؤمنين في مثل هذه الليلة أن يستغلوها أفضل استغلال حتى تقدر لهم الخيرات. الأمر الثالث والأخير، نعم، أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، ليلة القدر طولها ووقتها لا تتجاوز 9 ساعات. ساعة كم يأذن؟ من أذان المغرب 6:30، قل 6:30، 6:30 إلى 4:30، قل هكذا دقائق من هنا وهناك لا يفرق، يعني تقريبا كم ساعة؟ 10 ساعات. نعم. الليل كله 10 ساعات. هذه 10 ساعات أيها الأحبة، رب العالمين يقول عن هذه 10 ساعات هي خير من عمر كامل. عمر كامل، العمر الكامل كم؟ نعم، 1000 شهر. العمر الكامل كم؟ يعني واحد لا، هو 83 سنة. نعم، 83 سنة وشوي اللي 1000 شهر سيدنا. بلي. نعم،
83 وشوية، فالعمر الكامل يظهر 83 وشوية. فرب العالمين احنا عندنا انخفاض بمعدل الأعمار سيدنا بالسنوات الأخيرة وبالبلد، يعني هالشكل هذا يعني يظهر أكو مشاكل صحية، مشاكل صحية. وإلا الدول الأخرى شوف المعمرين أكثر لأنه ظروف الصحية أقوى. على أي حال، فالعمر العمر على أي حال الذي نسميه هذا عاش عمره أو قضى عمره بالشكل، يعني مو أنه شاب ومات، 83 سنة 85 سنة. رب العالمين يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، خير يعني أكثر من ذلك. فيا إخواني أعزائي أحبائي، أنا 83 سنة أصلي، 83 سنة أتصدق، 83 سنة أصوم، 83 سنة كل شيء من المبرات والخيرات والطاعات و و و و 83 سنة واضح عندي 83 سنة كل هذه طاعاتي، يعني 83 سنة مو فقط صلاة 17 ركعة، لا 24 ساعة أنا في طاعة الله، 24 ساعة أنا في طاعة الله لمدة 83 سنة، ما شاء الله. رب العالمين يقول فضيلة ليلة القدر أفضل من العمر كامل أنت تقضيه بطاعة الله. أي وين أحصلها؟ أي وين أحصلها؟ وين أعثر عليها؟ فواقعا نحن أمام فرصة غير قابلة للتعويض إنصافا. فتعالوا يا شباب، ليالي قضيتوها بالمحيبس، القعدات بما أدري بالتواصلات بالكوفي شوبات، هذه يعني حضحت، تعال هذه الليلة اقضها بطاعة الله، اقضها بالدعاء والابتهال والتوجه والتوسل، عسى الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يبدل رب العالمين، يبدل يعني. وهذا هو يعني هو وعدنا بذلك، وإذا تبدون نطلع الآيات في وعد الله سبحانه وتعالى بذلك، فإنه وعدنا على أنه يبدل هذه الأمور بشكل كبير. وعلى حال هناك آيات في هذه القضايا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. بعدين يجي يقول لا، يقول على أنه إذا أنت إذا أردت أن تبدل رب العالمين يبدل، إذا أردت أن تكون إلى حسب تعبيرنا تنقلب إلى الأحسن رب العالمين يقبل ذلك الانقلاب. فتعالوا شبابنا، لا تقول أنه هواية عصيت ما يخالف، تعال انقلب إلى الله وكن ممن ينقلب إلى الله، وإنا إلى ربنا لمنقلبون إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، ربي يوفقكم إن شاء الله ويوفقنا لأداء العبادات في هذه الليلة المباركة. هناك مجموعة من الأعمال والأدعية المخصصة بهذه الليلة بإمكانكم الرجوع لها، موجودة في كتب الأدعية والزيارات مثل مفاتيح الجنان وضياء الصالحين وغيرها، وأيضا موجودة على حقيبة المؤمن وغيرها من التطبيقات الإيمانية. على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواننا الكرام والاتصالات التي تكون على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وأول المتصلين والمتصلات أختنا الكريمة أم حسن. أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم استشهاد أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم، يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. بلا زحمة سؤال للسيد. تفضلي. العفو، عندي ولد من كان صغير لحد الآن هواية هواية يمد إيده ويصرخ، يعني حاول إنه هو حاليا عمره 12 سنة بالأول متوسط، يعني حاول إنه وياه بكل الطرق ويعني من كل النواحي، جبنا مثلا بأسلوب، حرمنا من شغلات اللي يحبها، حتى والله العظيم يعني وصلنا مرحلة حتى أبوه كان يضربه، وكان صغير هواية ينضرب بسبب إنه كان شقي وهاي السوالف. فهسه الحمد لله هو شوية صار أحسن يعني أخلاقه وتأدب، بس هاي سالفة السرقة حيل جاي تأذينه، هو ويا أبوه بالمحل بس ماكو فلوس تضل بجيبه نهائيا، يعني 10 25 50 مياية، ونعرف على شنو يشتري بيها أشياء العفو تافهة، يعني ميدالية مدري شنو، ألعاب ما تسوى. زين سؤال أم حسن بلا زحمة،
سؤال العفو، للأب يعني بالنسبة محله بس. لأخوته، أخوته مثله لو لا؟ لا أخوته ما عنده، هو بس واحد أصغر من عده، والحمد لله شكر زين، كلش ليش مؤدب. ممكن تجاوبيني ليش هذا مو هذا؟ شلون ما يعني سمعت؟ ليش هذا اللي صار عنده هذا الأسلوب مو أخوه؟ والله هو أنا اللي مأذينه هذا الشيء، يعني ما عندي حتى احنا جواب. هواي هواي نعامله باسلوب زين، نشتري له اللي يريده ها، وفي اسلوب نعم، ما يقول هذا الشيء اريده، إن شاء الله يعني راح هو تسمعين يريده توجيه يسرق السيد. ويروح يشتري. نعم، تسمعين توجيه السيد بهذا الخصوص أختي الكريمة أم حسن، ما نعم دعاتكم مباشرة رحم الله سيدنا. والديكم، جزاكم شكرا الله خير. لحضرتك أختي الكريمة، تحياتنا إليك ومع ألف سلامة. شكرا لأختي الكريمة أم حسن، وإن شاء الله تسمع الإجابة من سماحة السيد أو التوجيه. عندنا اتصال من أسامة، أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وعظم الله أجوركم. علينا وعليكم، عظم الله أجوركم أخي الكريم. أنا عندي أسئلة، بالثلاث أسئلة للسيد. تفضل. سيدنا أنا السؤال الأول، أنا أشتغل في شركة أهلية. نعم. والشركة الأهلية تأمن لي مسار لمدة، يعني أنا أشتغل في شركة مع الإنترنت. نعم. حماية على الكيبل. نعم. اللي هو الكيبل الإنترنت الضوئي. نعم. فهذا اللي اشتغل بيه مسار مسافه 60 كيلو متر، يعني اروح وارجع 60 كيلو متر، كلش قد تروح وش قد ترجع؟ دوام يبدا الساعه 6 صباحا ينتهي الساعه 12 الظهر يوميا يعني؟ يوميا اي، لا عطله عندنا لا جمعه. فهاي المسافه اللي اروح بيها هم يعني يدرون بيها الشركه وشاردين جهاز بالسياره، عن جي بي اس تتبع المواقع. نعم. فاروح وارجع بهذا الجهاز، فاتوقف يعني فتره، مثل مرات شلون يعني نقول اغلب النعاس ياخذني مرات بعض الوقت، او اتوقف او تكرم اروح يعني صحيات وهاي، فاقول هم بيشكاشر علي على الراتب مالتي. هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، انا زوجتي موظفه بالصحه، تشتغل بمستشفى اهلي ومستشفى حكوميه، فبعض زميلاتي يقول لها انت ليش داوم بمستشفى حكوميه؟ اخذ اجازه مرضيه ودام بالاهليه. فهي سالتني قالت لي اتصل بالسيد، شوف علاقتها حرام هاي، يعني ما يدري ايش كاشر، يعني انت بالاهليه تداومين وبالحرام وبالحكومه ما تداومين، فراح يصير اشكال شرعي. تمام. فهو اللي سال بيه السيد، يعني بيه اشكال شرعي ان علينا شاء الله حلال تسمع حرام. الاجابه. عندك سؤال اخر اخي الكريم اسامه؟ اي سؤال اخير. تفضل. فاثناء الشركه اللي اشتغل بها صادتني بعض الحفريات، فاشوف بيشتغل غلط، هاي هم بعض انصحهم لو ما الحق انصحهم. هاي الاسئله. هو من ضمن تخصصك النصيحه ولا لا؟ اي طبعا اي طبعا، احنا نوقف الحفريات وباو عليه، بس مو ضمننا يعني ندخل، بس ضمننا ندلل الكيبل مكان الكيبل فقط. نعم، تتوقع لما تنصحهم راح ياخذون نصيحتك لو لا؟ والله ما اعتقد ياخذ نصيحتي، هو يقول لي اي هاي صحيح وجه العمال، بس براي ما قام يشتغل نفس الشغل يعني اللي علي انا. تسمع الاجابه ان شاء الله اخي اسامه. شكرا شكرا شكرا، سلام وتحياتي للسيد. حياك الله اخي الكريم، والسيد ان شاء الله توصل لك تحياته وتوصل لتحياتك، تحياتي لك وشكرا جزيلا. عندنا مشاركه اخرى برساله صوتيه نسمعها. السلام عليكم سيد. سيد أنا مريت بظروف صعبة جدا من الشك، كان بداية شكي في الأمور الفقهية، يعني كان شكي في الصلاة في الطهارة في الوضوء، لكن يوم بعد يوم بدأ هذا الشكي يزداد وياي، يعني وصلت لمرحلة إنه أكرر صلاته هواي مرات، يعني 9 أو 10 مرات، بس إنه أصلي وأعيد أصلي وأعيد، بدأ هذا الشي يتعبني. أما من ناحية الطهارة فإنه مهما تطهرت ما أقتنع بطهارتي، بقيت فترة طويلة على هذا الوضع المتعب، فشفت إنه ماكو حل غير إنه أترك الصلاة، لكن حتى بعد ما تركت الصلاة ما ارتاحت، لأنه بديت أشعر مثل الصوت بداخلي يكفرني، يسب ويتكلم كلام سلبي على كل المعتقدات اللي أعتقد بها. عندما أتي لي هذا الصوت أبكي وأتألم وأنزعج، لأنه أشعر إنه أنا كفرت. فبقيت فترة على هذا الوضع، لكن بعدها قمت فعلا أشك بمعتقداتي في الخالق، في كل المعتقدات اللي أعتقد بيها في الأنبياء. بعد فترة من هذا الشك تركت الإسلام. بعد ما تركت الإسلام يعني حسيت نفسي أنه ضائع، ما أعرف شنو أسوي، ما أعرف شنو الحل، ما أعرف إلى أي طريق ألجأ. خلصت الرسالة الصوتية، تحياتنا للأخت الكريمة والله يعينها باللي هي بيه. يعني سيدنا راح أترك لحضرتك المجال الكافي للإجابة على كلامها، بس هي عبارة تركت الإسلام سيدنا، هل ينطبق عليها ترك الإسلام؟ لأنه هي قاعدة تتكلم عن الصلاة وعن الشكوك وتريد منفذ يعني هي ما ترك الإسلام سيدنا.
يعني جرها الوسواس وال لأنها تعتقد أنها أنه أنا بعد مو مسلمة خلاص، أنا كفرت بالذي آمنت به. أهم بشارة لك أختي الكريمة يعني تأخذين الأمور بهذا السوء وتسمعين توجيه السيد كامل إن شاء الله بعد قليل. تحياتنا للأخت الكريمة والله يعينها باللي هي به. عندنا رسالة صوتية أخرى. السلام عليكم سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله يتقبل أعمالكم، شهر رمضان كريم. سيدنا الجليل، أنا خادمكم إن شاء الله أداوم بالحشد، وأني يعني من الفتوى لحد الآن الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا بالحشد موجود. وتعرف أنت السنوات اللي راحت ما كانت عندنا قواطع ثابتة، نتحرك من مكان لمكان، وطبعا المسافة تعبر أكثر من 22 كيلو. يعني أنا سكنت بغداد الكاظمية. سيدنا حاليا يعني نزولنا احنا هسه انا داوم خانقين وحاليا مسكني بالكاظمية ودوامنا 14 ب 14، لكن تصدف باعتبار انا شوي مكان هناك مختلف، تصدف مرات كل 5-6 ايام انزل بغداد، مرات لا اكثر، مرات هناك بالقاطع اتحرك اكثر من 22 كيلو، يعني حسب العمليات حسب الواجب حسب الاوامر اللي تصدر لنا. فسؤالي ما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصيام؟ سأن بعض الأخوة يعني اعتبرها جدلية ما انتهت، فإن شاء الله نثق بكم، نثق أنه أنتم ونحسن الظن بكم أيضا، فيا ريت لو تكرمونا إن شاء الله يعني بجواب حتى إن شاء الله نعتمد عليه إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا ويصير هو مسار بحياتنا. جزاكم الله خير وتقبل. شكرا لصاحب الرسالة. مرات المتصل نقول له لطفا الاختصار، بس الرسائل الصوتية نطلب من حضراتكم الآن أن قدر الإمكان نختصر بطرح السؤال، لأنه هناك العديد من الأخوة والأخوات. عندنا اتصال من من؟ أم صالح. أختي الكريمة تفضلي. تفضلي أختي أم صالح. أم صالح أختي الكريمة تفضلي. موجودة على الخط بس الظاهر ما تسمعنا. تحياتنا للأخت الكريمة أم صالح، تعاود الاتصال مرة ثانية وتكون المرة الثانية إن شاء الله الاتصال أفضل. تحياتنا إلها. إذن متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم باستقبال المشاركات الواردة عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية الموجودة أسفل الشاشة. بإمكانك أن تتصل من خلال هذه الأرقام، أو بإمكانك أن ترسل رسائل صوتية أيضا، أو بإمكانك أيضا من خلال تطبيق المجيب الظاهر الكود الخاص بأسفل يمين الشاشة، توجه الكاميرا الموبايل على هذا الكود وإن شاء الله تدخل إلى تطبيق المجيب وتشوف كم كبير جدا من الأسئلة وتتعرف على تفاصيلها وإجاباتها اللي ممكن الكثير منها يكون مشابه أو ممكن الكثير من أسئلتك مشابهة إلها. أم صالح عودة الاتصال. أختي الكريمة تفضلي. أنا بعد عام يما تفضلي. هم فقدنا اتصال أم صالح صح؟ تحياتنا إلها إن شاء الله، تعود الاتصال مرة ثالثة وإن شاء الله المرة الثالثة ثابتة مثل ما يقولون، نسمع اتصالها وسؤالها كاملا. نأخذ رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم سيدنا، ربي يحفظك إن شاء الله يحفظكم جميعا. سيد عيني، أني بنتي عمرها كان 15 سنة وزوجتها الحمد لله والشكر، علمتها على الحجاب، ومن أول ما تكلفت حجاب وصيام وصلاة والحمد لله والشكر ملتزمة، بحيث لا مطلوبة لا صلاة لا صيام لا كل شيء. زوجتها لأختي بكربلة الابنها والحمد لله والشكر الله ساترهم، ورجلها خوش إنسان، وعمها وأختي الله يحفظهم كلهم خوش، عندها حماها وياها بالبيت، حماها صغير كان كبر. فهسه حاليا هي عمر بنتي 21 سنة تقريبا، عندها 3 أطفال بنية وولد، ولد 2. حماها تحارش بيها، هي نايمة بغرفة خالتها تعبانة ونايمة، فحست واحد خلى إيده على جسمها فزت، كان يقول لها هاي بقاية، يقول أنا مقتنعت بقاية شنو تحط إيده على جسمي، سكتت ما حكت. مرت الثانية هم سواها، شافتها خالتها اللي هي أمه، فصاحت بي اللي طلبت من بنتي أن ما تقول لزوجها، لأن هو زوجها عسكري خطية 15 يوم يروح و 15 يوم يرجع. فتقول ماما إذا أقول له راح يطلع من البيت، راح يصير مشاكل، راح تتخارب الخوة، بعد ناس تكره ناس بسبب هذا التصرف الحشى السامع الأرعن مال حماها. فتقول أنا بهيك حالة شنو أسوي؟ أقول للرجلي
أنا خاف يصير مشكلة ويصير مذابح. عمي اللي هو أبو زوجها إذا درى الرجال كلش متدين صايم وصلي ما يقبل على غلط، يقول إذا أقول لي صلبة والله ينهي خلاص. صراحة هذا مما لا نعرف كيف نعلق عليه. تعودنا على هذه المسائل، أنا شخصيا تعودت على هذه المسائل للأسف لكثرتها، مع ذلك لابد من الإجابة. إن شاء الله يجاب على هذا السؤال أختي الكريمة، تحياتنا إليك والله يعينك ويعين بنتك. أم مهدي أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. السلام ورحمة الله. إن شاء الله بالصحة والعافية يا ربي. سيدنا أنا معلمة عندي خدمة تقريبا 20 سنة، هذه السنوات الأخيرة من 2019 لغاية 22 أنا عمليات أجريت 4 عمليات خلال هاي السنوات. صحتي هاي السنة ما ساعدتني على أداء عملي، فبدأت أتخربط، يعني صار عندي ضعف مناعة عام. قدمت إجازة مرضية تقارير طبية هاي السنة أنا مجازة. أنا قررت السنة الثانية أيضا أقدم إجازة، لكن يقولوا لي إلا بفلوس جواز هذا الشيء أو لا. إلا شنو العفو؟ فلوس. إلا مبلغ مالي. أنا بنفس الوقت يعني قلت لهم أريد أطلع تقاعد، يقولوا لي سنش ما يسمح لك تطلعين تقاعد إلا بإجازة 6 أشهر، بعد 6 أشهر مدة 5 مرات، فيصير أنت مبلغين أنا مضطرة أو لا. نعم، هاي الفلوس اللي تطير طبعا بدون وجه حق، يعني رشوة صح؟ طبعا بعد هو ما أصلي يعني مو رسم، مو رسم مقابل صك واضح. لا لا لا، قال لي أكمل لك المعاملة ونتفق على مبلغ التقارير الطبية. واضح واضح. نعم شكرا أختي الكريمة، والله يمن عليك بالسلامة والعافية إن شاء الله. شكرا، شكرا. تحياتنا لحضرتك وتسمعين الإجابة إن شاء الله. الدنيا وين سيدنا؟ شنو اللي قاعد يصير؟ بلي جنابكم الكريم يظهر يعني ما مبتلين بسماع مشاكل الناس. أنا الآن تقريبا 17 سنة أستمع وأسمع وترسل لي مسائل الناس ومشاكل الناس، شاب منها الرأس مصاف وشاب منها القلب. بعض الأحيان يصير عندي حالة من اليأس والإحباط، أنه من يمنع أن يخسف الله بنا الأرض؟ لا إله إلا الله. واقع. لولا رحمة الله، لولا رحمة الله. أحسنتم سيدنا الكريم. نكمل مشاهدنا الكريم في حلقة هذا اليوم واستقبال مشاركاتكم وأسئلتكم ومداخلاتكم مع ضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني. الآن نذهب إلى رسالة صوتية نسمعها ونرجع بعدها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدنا بالنسبة للبارحة يعني شفت فيديو عن المشتهاية اللي هي 8 مارش، فأنا كل سنة يعني أطبخ، يعني هاي عادة متوارثيها مثل ما يقول. شفت الفيديو مالتك، هل أنه أقدر ما أطبخ 8 مارش وأنطي بدل عن فلوسه لمؤسسة العين للأيتام، يعني أحطها بالقاصة لو ماكو إشكال؟ رحم الله والديك، شكرا جزيلا. بس إذا ما حال فيها بعدكم بالبداية قالت نذر لو اعتياد. لا لا عادي، اعتياد عادي يعني. نعم للمحتاجين. تحياتنا لأختي الكريمة وشكرا جزيلا على سؤالها وإن شاء الله تسمع الإجابة. عندنا مشاركة أخرى رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيد، عظم الله لك الأجر باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. سيدنا العزيز، أنا طالب كلية قانون مرحلة رابعة، بعد كم شهر أتخرج وأصير محامي إن شاء الله. فالسؤال اللي أريد أسألك هو من ضمن عملي اختصاصي، أنا عندي مجموعة من الأشخاص جيراننا وأصدقاء يردون يقدمون على سلف من مشاريع صغيرة اللي تقدمها الدولة اللي هي من 25 مليون إلى 50 مليون. فمن سألوا المحامي وأنا كذلك هم سألته أحد المحامين، قال أنا آخذ حتى أكمل لكم السلف آخذ 3 مليون، 3 ملايين وأتعابي على حد تعبيره هو أتعابي 3 ملايين وأسوي السلفة. ف أنا تعرفت على شخص بالمصرف، هذا الشخص قال أنا أكمل السلفة أو آخذ 500 ألف. فسألت نفسي قلت أنا ليش ما هذول الناس شكو شخص يريد يقدم على السلفة
اخذ من عنده مليون، ابلغه بانه يابا انا اخذ مليون، 500 الي و500 لذاك الشخص ابو المصرف، واكمل لك السلفه واشتغل شغل. هو هذا شغل المحامين، مكان ما ذوليك المحامين ياخذون 3 ملايين ومليونين، انا اخذ مليون بعلم الناس وشرط رضاهم، يعني يرضى انا اكمل له السلفه. وبعد الاستلام يعني ما اخذ منه ولا ربع دينار قبل الاستلام، بعد الاستلام اخذ من عنده المليون. فهذا شغل هل هو حلال او حرام؟ تحياتنا للاخ الكريم وشكرا جزيلا. ما ادري هاي ال 500 اللي حكى عنها سيدنا، هي همات يعني خارج السياق القانوني ام خارج السياق؟ هذه مولانا صارت ضمن القضيه العاديه، موظف دوله بس ما يكمل شغل الناس الا يبتزهم، يعطيني 500 تمشي كيا. هسه مرات يجوز سيدنا حتى ياخذ سره غيره، يعني من خلال مولانا سره غيره، ما ادري كذب وتزوير وتم قضايا كثيره جدا صار. ان شاء الله نسمع التعليق عليها باذن الله تعالى. ناخذ اخر المشتركين، لو عندنا نقدر ناخذ اثنين. ام فلاح اختي الكريمه تفضلي. اخذنا اتصال ام فلاح، ماشي تعاود الاتصال مره ثانيه ان شاء الله ضمن الوقت المتبقي القليل، بعدها نعود الى المشاركه. ماشي رساله صوتيه نسمعها. السلام عليكم سيدنا ابو مثنى من البصره. سيدنا قاعد اعاني من في الصلاه، يعني من اتوضا واجي اصلي يصير عندي شلون يخرج مني ريح، يعني شلون احس شلون الطقه البزه في مخرجي، وكل ساعة اروح اشطف واروح اتوضا واروح اشطف واروح اتوضا مره مرتين ثلاثه واربعه وخمسه وسته. والله سيدنا كلش تعب سيدنا. واضح ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم. اخر المشاركين الاخت الكريمه هبه. اختي الكريمه تفضلي. تفضلي اختي هبه. الاخت هبه تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ارفعي صوتك اختي، خلي يكون صوتك اوضح لطفا، ونصينا صوت التلفزيون تماما. تفضلي. يمكن اتصالها مو جاهز الاخت هبه، تحياتنا لها. اذا على بركه الله ندخل الى الاجابه على هذه التساؤلات. نكرر ترحابنا بضيفنا الكريم، حياكم الله سيدنا، شكرا جزيلا. سلمكم الله لوجودكم. بارك الله. الاخت ام حسن تعاني من ابنها من طفولته، وهسه صار عمره 12 سنه، بتعبيرها تقول يسرق، ياخذ من جيب ابوه من عندنا فلوس اشياء ثانيه. في واقع الحال هذه ضمن الـ حسب تعبيرنا المشاكسات السلوكية يمر فيها الأطفال، وهذه ضمن الحالات اللي قد تكون من السلوكيات الشاذة، يعني يتعلم عليها ولا يستطيع تركها، يعني حالة من الاعتياد اللي يصعب عليه أن يتركها. منشأها على حال لا نستطيع أن نحدد المنشأ، منشأها هي على حال يلتذ أو يحس بأنه هو ذكي أو يحس بأنه هو على حال شاطر، هذا إحساس، أو أنه لا، قد في واقع الحال أفلام قضايا علمته هذا الأمر. ولكن لابد من التوجيه الدائم وبيان عقوبة هذا الأمر وبيان مآلات هذه المسألة، يعني الأم والأب مو الضرب، يعني الضرب هذا في الواقع ما يربي، الضرب يخوف ما يربي. تربي أن تجيبون أنتم مثلا نتائج السراق في التاريخ، أفلام مثلا تبين أن السارق في النهاية انعدم، في النهاية اندهس، في النهاية مثلا راحت فلوسه وغرق بالبحر. أكو أفلام لا بأس بها، بعد بابا تعال شوف هذا الفيلم هواي جميل، نقعد سويا نشوفه، لما أتعلق شوف هذا لا إله إلا شوف راح خليه كذا وما أدري شنو على حاله ابتلي بفلان قضية. هذه تفيده في ترسيخ مفاهيم بديلة عن المفهوم اللي هو في باله، وهذه تحتاج إلى أيضا استشارة تخصصية، يعني روحوا إلى طبيب متخصص، طبيب نفساني قد يعالج بعض الحالات اللي يسمون المشاكسة السلوكية.
احيانا سيدنا خبير يعني اجتماعي مثلا او علم نفس تربوي تربوي. تحياتنا الاخت ام حسن، ان شاء الله الامور صارت واضحه. الاخ اسامه يداوم شركه اهليه حمايه انترنت. المهم هو بالبدايه طالع مقدمات عبالي راح يقول احنا هنقد نمشي حتى نفطر لو لا، بعدين فهمت انه لا، يقول اني يعني مراتي يطلبون اشوف اشياء يعني حفريات مو صحيحه، فانصحهم اني واجب علي انصحهم وهم احتمال ما يسمعون نصيحتي. هو يظهر انه سؤالان كان في ذهني. ثلاث اسئله سيدنا، هذا واحد. واحد مرات يتوقف بالطريق فيتساءل ينام عنه. ينام وكذا ينام او يرتاح. شوف حبيبي، يعني حسب القانون، انت اذا كان يعني دوامك بهالساعات انت تقول سيدنا صحيح، ولكن انا اخلي راسي وانام او اروح اصلي خلص صلاه، ما في اشكالين، واجب تأديه بشكل، وهم يعرفون انه انت لابد تصلي. اما تنام هذا خلاف. الشركة قالت لك بابا من فلان ساعة فلان ساعة تتراقب الخط، تراقب الكيبل، أتتخيل راسك تنام؟ هذا خلاف، وأنت ما راح تستحق، ما راح تستحق جزء من الراتب بسبب هذا النوم. نعم. يقول سيد أخو أنا نعس، وأنت تعرف هذا الأمر، فلا بد أن تنام في وقت آخر، لما تجي للدوام تجي نشط، وهي مشكلتك. طيب بالنسبة لقضية النصيحة سيد، يقول ناس أشوفهم جاي يشتغلون خطأ فأنصحهم، هل واجب علي أنصحهم؟ أنا مؤتمن، أنا مؤتمن على هذا المشروع، أول مؤتمن لابد أن لا يخون. لا. إذا سكت أي واحد أخواني شرط مرور يشوف أكو مخالف وما يغرم خائن، خائن. مراقب ما أدري أو مثلا طبيب يشوف أكو مشكلة في الخدمة الطبية وما يقول عنه خائن. من يعمل على خلاف ما اؤتمن عليه وخلاف ما وظف من أجله فهو خيانة، خيانة. أنت لما تشوف أكو موظف جاي يأخذ عليه حال رشوة ويادي الناس لازم تخبر عنه، لابد أن تخبر عنه، لا تقول ها سيدنا أنا صرت فتان. لا فتان شنو، هذه لتصحيح المسيرة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن أقوم بمسؤوليتي. أنت لابد تقول له، قول أخي كريم هاي حفر مو صحيح لازم تعدله، يلا لو تحفر مرة ثانية لو كذا بلي نبه، وإلا أنا أخبر الشركة. يقول سيدنا راح نزعل، الحياة مو كان لازم كل واحد يرضي الآخر، حياة لابد أن نمشي المصالح العامة والمشتركة بدون أن تكون هناك خيانات. أيضا نفس الأخ سأل عن زوجته اللي تقول قالوا لها أخي إجازة مرضية. واضح حبيبي، يعني ما يحتاج روحة القاضي، هي تشتغل بمستشفى حكومي ومستشفى أهلي، تعالي أخذي إجازة مرضية، وهي مو مريضة، أخذي إجازة مرضية وتعالي بالأهلي اشتغلي، هنا راتب وهناك راتب. ما شاء الله، الله هذا صحيح؟ هذا واضح كوضوح الشمس أن هذه في الواقع كذب وتزوير بالمعلومات وتنصل عن المسؤولية، والدخول في مشروع هو خلاف القانون وخلاف التعليمات. طيب رسالة صوتية سيدنا من إحدى الأخوات، حسب ظهر عندها وسواس أوصلها إلى ما لا يحمد عقباه. إحنا علقنا على عبارة قالت بالأخير تركت الإسلام، فما أدري ليش اللي يترك الإسلام يتصل ببرنامج فقهي ويسأل السيد على، في حسب ظهر أكو علقة بعده. لا شوفوا يعني، هذه مريضة. نعم. والمرض مرض قاهر نفسي، وجرها هذا الوسواس إلى أن تترك الصلاة. هي لما الإمام الصادق إجا قال له يا مولاي أن فلانا يتطهر كثيرا، أن فلانا على حال يعيد غسله كثيرا، أو الإمام إجا قال، قال إنه قد أصابه الخبيث لعنه الله، الشيطان. الشيطان شلون أصابه الخبيث؟ قال أصابه الخبيث. الآن في علم الحديث والعلم ما أدري كذا يقول هذا سيدنا صار عنده وسواس قهري. نعم. هذا التعبير وسواس قهري، تعبير الروايات أنه هذا إبليس وشيطان، وإحنا نسمي حتى الروايات الجراثيم يسموه شياطين، شياطين أو أنه أباليس، هي جراثيم وميكروبات وفيروسات. إحنا في واقع الحال نقول أن هذه الأخت أصيبت ب على حال احنا نريد الخوف سيدنا، احنا نريد ترتاح الشيطان وتوصل للطريق الصحيح. هذا الشيطان وهو التلقين على انه انت نكسه انت نكسه انت نكسه انت، هذا
أنا سألت أطباء في هذا المجال، يا سيدنا مشكلة أنه يصير عنده حسب تعبيرنا نوع من الإيحاء الداخلي، أنت نقص، كرر بس أغسل هذه مرة ثانية أغسلها. يقول أنا لما أمد إيدي مرة ثانية أغسل، هذا أكو نداء داخلي يقول لي أغسل، وإلا أنا ما يسدد، يقول أنا أغلق الحنفية، يقول لا بس مرة هنا هنا، يمكن هنا أنا، يمكن جو الخاتم بعد ما مغسول أجي أرجع، وهكذا ساعات. حل الوحيد أستاذ مرتضى، حل الوحيد هو قطع دابر التكرار، يعني أن أقرر ما أكرر، خوش عبارة، أقرر أن لا أكرر. نعم خلص سيد، وأنا أخاف غسلي خراب، ما يخالف غسلك علي، أنا رشيد الحسيني وغسلك علي يوم القيامة، أنا أجاوب الله اشتعدك. إذا قالوش يا شو اسمه البنية؟ ما رسالة صوتية يا فلان ابن فلان تعالي، جاءت. إذا قالوش لماذا أنت صليتي بغسل كان في قلبك أنه كذا، قول رشيد الحسين يجيبوني أنا، جاء أقوله بصراحة أنا، يجيبوني أنا أقول يا رب علي، جاوب أنا أجاوب. لن تسألي عن ذلك قطعا، لن تسألي. ليش لن تسألي؟ لأن الرسول الأعظم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. ليش تشددون على أنفسكم؟ الدين دين يسر، الدين دين سهل. أما فلذاك أنا أقول لك قرري أن لا تكرري، راح تشوفي نفسك كلش مرتاحة، توضي وضوء واحد وروحي صلي ذبيها برأسي، صلي مرة واحدة ولا تكرريها ذبيها برأسي، اطهري مرة واحدة وطلعي. تقول لي سيدي مو أخاف هنا ما أدري شنو، لبسي وطلعي. جاء أقول بصراحة لبسي ونفسك طلعي من الحمام، تواليت، من أي مكان علي. هذا هو الحل الوحيد، وإن كانت حلول طبية علاجية يطون حبوب مدري شنو، هذا تقوية الإرادة أنه أنا خلص أسد الماء وأطلع، انتهى. غسلتي البول خلص سد الماء طلعي، مو أخاف هنا، هاي اللي أخاف ذبيها علي. شدوا بعد واحد جاي من رسول الله يقول يا أبي علي، هاي وين حصليها؟ أنا هم حسب تعبير رقبتي تتحمل، لأن أدري طريقة الله أعرفها، طريقة الله أعرفها. الله ترى مو هالشكل اللي تقولين عنه. شوف الشيطان راح خلاش تركين الصلاة، وبعدين راح شككت بالله، وراح شككت بكذا، اللي خرجت عن الدين وتبكين، كنت تبكين أدري، صوتك بدأ يتكسر متأذاية. نعم، لأن أكو فطرة طيبة عندك، أكو فطرة سليمة عندك، هاي الفطرة السليمة ما تخليك تشكين وتعوفين صلاتك، ارجع إلى الله. نعم، بهاي الطريقة اللي قلت. طيب سيدنا، هذا الإيحاء الداخلي أو هذا الوسواس اللي يخليها أحيانا يسب الأشياء المقدسة أو اللي يخليها أيضا تتجاهله وتتركه، تتجاهله وأعوذ بالله من الشيطان، وليس عليها إثم، ليس عليها إثم أصلا. فأختي الكريمة، يعني الآن الطريق كلش واضح أمام حضرتك، بإمكان، وأنت ما تأكل الإسلام، والدليل أنت قاعد تتصلين ببرنامج إسلامي حتى تعرفين تكليفك، فأنت على طريق الصح إن شاء الله، وهاي الوساوس تخليها خلف الظهر مثل ما تحدث سماحة السيد، وتعودين إن شاء الله. لا هذه خلي أبين الهياء حتى هي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هاي النزغ داخلي، سبي الله، سبي فاطمة الزهراء، هذا الحسين ليش الشكل. أكو حديث نفس عجيب، واحد جانا محامي كان يبكي بكاء مر بالعتبة، أنا جاء أزور، قال سيدي ما جاء أتحمل، ما جاء أتحمل، الآن أنا أمام الضريح أسب علي بن أبي طالب. قلت له بابا هذا والله نزخ شيطاني، ما إلك ما إلك يعني ليس ما. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الله يدري شكو، سميع عليم، الله يدري خوي، يدري إنك أنت مو بيدك، فلا تتأذين. حسنتم سيدنا. يداوم بالحشد الشعبي ويتحرك من موقع الموقع خلال فترات، يقول نداوم بخانقين ومكانه في محافظة أخرى، يقول 14 يوم ب 14 يوم، مرات أقل مرات أكثر، والمسافة الشرعية نقطعها سيدنا فيما يرتبط بالصوم والصلاة. بلي هذا كثير سفر على الأساس، هذا كثير سفر، وما دام هي حركته دائمية وليس يعني وليس مكان عمل مقر خاص. وبعض الناس يقول لا أنا عندي دائرة سيدنا أروح هناك 14 يوم كاملة
وأرجع لبيتي و14 يوم كامل في نفس المكان وأكثر من سنتين، هذا يصير مقر بعد. نعم. أما إذا لا هاي حالة الحركة ورايح وجاي وكذا وتنقلات فهو كثير سفر، فيصلي تمام ويصوم في كل مكان. طيب الأخت الكريمة اللي ذكرت موضوع حماها اللي هو ابن خالتها أيضا يتحرش بيها بالبيت بغياب زوجها، من المساوئ العظيمة الكبيرة. واحد يقول لا هاي من ميزات الشعب العراقي أنه كلهم ببيت واحد، قلب واحد، وما أدري إيش واحد. هذا شعارات يسألوني وسألوا أصحاب الخبرة شو شكوا. هذا التراكم في البيت الواحد، يعني بيت 70 متر مولانا بخمس عوائل، ثلاث عوائل وشباب وزوجة أخوهم وزوجة الأخ، وما تلبس جوراب وربطة وحجاب، تطلع مثلا مولانا بدجداشة بعض الأحيان قاعدة ورجليها ما أدري طالعة وكذا. هاي كلها محركات، وزوجها رايح عند دوام 15 يوم مسكين عسكري، هم هي تتحرك هم هناك محركات، وهذه مشاكل. فهي خلي نصيحتي لها للزوجة، نصيحتي لها أنه بابا أنت تقولي لزوجك أنه على حال شوي المكان هنا ضيق كذا وجهان زادوا، وخلي شوف إنه مكان ثاني، وحاولي أن تطلعي. إذا هذا الولد وهو في ريعان مور شبابه وأن في بداية مراهقته، لا سمح الله لا سمح الله يصير شيء، بعدين الشيطان هم يغريكي وزوجك هم موجود وانت شاب عمرك 21 سنة، قد لا سمح الله أن يقع شيء لا على حال لا يمدح عقباه. فإما أنه أنت كل يابا خلي شوف إنه مكان آخر، أبوه شايفة أو عمته شايفته ومتعارك وياه، فهذه مرة ومرتين وثلاثة، وهذا الشهوة وبنيهم مرتبة وكذا ولا حج وثوبها لهنا وإيدها طالعة وبيضة ورجليها مدري إيش، هاي كلها محركات، هاي كلها محركات. إما أنه طلعون البيت ولو شقة مشتمل كذا، ليش كذا؟ أقول على حال أحسن إنه مدري إيش، إذا ما تبين أنت تسببين مشكلة وكذا. وأما هاي إما الثانية التبهي إليه، تقول له حل ثاني يا سيدنا، حل ثاني أن تطلعين من غرفتك، لما تطلعين من غرفتك للمطبخ للكذا أي مكان، تطلعين بحجاب كامل، جواري وجبة وربطة وعباية، حتى يفهمون أنه فد مشكلة صارت. شنو هالمشكلة؟ لا أنا أريد أتحجب، هذا على حال صار كبير الولد، وأنا على حال هاي صار كبير يعني الولد، يعني رسائل مبطنة صار كبير الولد وأنا كذا، صار كبير الولد وأنا مدري إيش. هذا راح يوصل رسالة الأخو أنه أنت متضايقة. هسه ليش متضايقة؟ متضايقة لأن أنا سألت خابرت سيد رشيد قال لي هالشي، قال لي تحجب ما يصير باب. نعم. تحجبي ورتانات طوال وبني وجواري بسود، إيه هذه لما تصير هالشكل الآخرين راح يشوفوا أنت متضايقة، إما راح يحددوا أنت لا تطب إلا تقول يا الله أو كذا، وشنو الداعي تروحي تنامين من هنا وهناك؟ نامي بغرفتك وقفل الباب، نامي بغرفتك وقفل الباب. هذا هم أنبج، لأن أنا جتني رسائل كثيرة أنه حتى تنامين بغرفتك يأتون الشياطين ويدخلون عليك، بعدين هم يقربوها عليك، هاي المشكلة. يعني شنو أستاذ مرتضى؟ يعني يسوي الجريمة بعدين يقول هي تحارشت بي، مسكينة تعالي دافع عن نفسك. فأنت حتى على حال لا تقعين ضحية، وأنت مبينة مؤدبة رايحة قال لأمك، وهذا ممتاز. يعني بعض ما يقول أنه على حال على أبو أنا ما أقول وما أقول وما أقول، هي تبقى هاي الحالة السرية، الشيطان يقول يلا ما دام أحد يدري خلي نكمل المطلب. حسنتم سيدنا الكريم. الأخت أم مهدي معلمة وعدها خدمة 20 سنة، فتقول أجريت 4 عمليات، صار عندي ضعف مناعة عام، المهم قدمت إجازة، خلصت الإجازة، المفروض هسا أكررها، هسا ما يكرروا ليها إذا ما أدفع رشوة، لازم أدفع رشوة. في واقع الحال أنا ما أقدر أقول ليش تعاي، لأن أنت عندي شغل، أنا ما أدري أنتو شغلة شنو مشكلتك شنو، ولكن بشكل عام
الفساد الإداري الموجود في البلد لا يطاق، لا يطاق بشكل غريب انصافا. وماكو موظف الآن، أنا في اليوم تكلمت الناس قالوا أوه السيد ليش هالقد يتحامل على الموظفين، وقلت أنه 90% من الموظفين في نار جهنم. قالوا ليش؟ قلت له روحوا شوفوا واقعهم وقلوا. أنت ذيلتها، قلت لولا رحمة الله. بلي لولا رحمة الله كلنا في النار. فهج قلت روح فتش وشوفوا موظفون في الواقع إلا ما رحم ربي وندر يكون إنسان يهو بينه وبين الله، وإلا مولانا، وإلا مولانا ما أريد أتكلم زايد زين. فصار هالشكل أنه ما يؤدي مهمة إلا يأخذ رشوة، وعلى أساس تأخذ راتب، عندك تقاعد، أنت الله ما أدري شو يسوي بيك، وتدري هاي اللقمة اللي تأخذها من هاي المرة المسكينة هاي لقمة حرام، وتوكل أولادك حرام، وأولادك باكر راح يطلعون هم على حال فازين من وراك، هاي اللقمة تأثر بصلبك وذريتك. بس المشكلة يفكرون بالآن اللي هم فيه والدرهم اللي يأخذونه. بابا إذا أنت مضطرة، سمعيني جيد، إذا أنت مضطرة لهذه الإجازة وما يمكن أن تداومين لأن عندك مشاكل عويصة، إذا أنت مضطرة لذلك فيجوز لك دفع ذلك، أنت يجوز لك، ولكن يحرم على الآخذ ذلك. يعني هو حرام عليه يأخذ أو تأخذ، أنت من باب الاضطرار يجوز لك ذلك. حسنتم سيدنا الكريم. فيما يرتبط بإحدى الأخوات اللي أرسلت رسالة صوتية، المعروف بالمشتهاية وتمن وماش الظهر، وحضرتك متكلم عنه في أنه ما إلى أصل، هذا ما إلى أصل، فتقول أنا يصير أطيب بدلها فلوس للمحتاجين. لا لا لا، أنا يعني أرجع وأقول أنه سوي الأكل ثواب أميروني، شكو بيه إطعام الناس لروح أميرونين، بس اسم المشتهاية هذه ما إلها وصل، ولكن إطعام الناس ودعوتهم تفضلوا، ومو إلا هاي الأكلة تحديدا. طبعا مو إلا هاي الأكل تحديدا، هذه جيد، أنا ما أريد أنفي الشعائر العلوية الحسينية الطيبة ممتازة، هذا إطعام لحب علي، إطعام في سبيل أمير المؤمنين ممتاز، ولكن أقول هذا التعبير وهذه القضية على حال ليست صحيح. طيب طالب المحاماة اللي من هسه وطالب القانون اللي من هسه شايل هم المحاماة سيدنا، ويقول يصير يعني أخذ من اللي يريد يأخذ سلفة 5 مليون، اللي هي 500، وللي ياخذ رشوه بالمصرف 500. انا عندي كلمه وبعدين اجاوبه. تفضل. كلامي الى الاخوه المسؤولين، طبعا احنا بتبقي عندنا دقيقه واحده سيدي. مسؤولين المسؤولون، شوفوا نعم. اكو قاعده انه كل ما تخلون المراجعين يراجعون الموظفين الفساد يزداد، وهذا معروفه، كل ما تخلي الموظف مع المراجع مع الناس الفساد يزداد، لانه الوسائط تزداد والايادي والكذا، التقنية الموجودة، الحوكمة، ما أدري، الحكومة الإلكترونية، رجاء هذه مشوها، هذه مشوها. ليش أنا لازم أخذ السلفة أروح للموظف الكذائي الله لا يوفقه حتى يبتزني؟ ليش؟ ليش؟ استمارة إلكترونية وتعبئة إلكترونية والوثائق كلها إلكترونية، وأنت تعطيني بحسب الأولويات إلكترونيا، أكو برامج، أكو تطبيقات، أكو سماد شحكي واقع. ليش أنتوا تخلوا المراجع يراجع الموظفين حتى يصير فساد؟ هاي رسالة إلى الحكومة ما أدري شلون. نصف دقيقة. والحمد لله اللي ماشين في قضية لا بأس ببعض الأمور، الرواتب صارت بالكارتات. أما أخي الكريم أنت المحامي تقول أنه أنا أخذ 500 حتى أطلع هذا، هذا أجورك أنت كمحامي، أجورك ما في إشكال. بس الـ500 اللي يطيها له. 500 الأخرى اللي يأخذها ذاك أنت وذاك الأخ ينوي على أنه هذا أنا ما نقبله، يعني لا نقبله، ولكن لأني أنا أحتاج وأريد أسوي مشروع. خلي بالك، مشروع حقيقي، مو تأخذ 25 مليون تأخذ سيارة تفتح بالشارع، لا، مشروع حقيقي، لأن هذه ما يجوز التصرف بالأموال إلا في المشروع اللي زين. سيدنا مرات أنت الموظف يعني يأخذ هاي الرشوة ويقدم يعني سراهم على سرى إنسان منتظر، بني ظلم يصير، بني بني، فقصدي هو يقدر يدفع له ما يقدر يدفع سيد منه الإنسان اللي يريد السلفة. هو الأخ يقول أنا محتاج هذه السلفة وعندي مشروع واقعا متوقف، نعم، فأنا مضطر لذلك، وهذا اللعين، هذا الموظف اللعين والله قاعد يقول اعطيني كذا،
أنا ما أنا أقول له مشيها، ولكن بيني ما بين الله ما أقبل. طيب يأكلها. الشخص اللي دائما ينتقض وضوءا، أجل إجابته للحلقة الجاية لو نقدر بخمس ثواني نجاوبه. لا ما في إشكال. تفضل سيدي. أخي الكريم، أنت عندك إيحاء والله طالع شيء ما يطلع شيء، لا هوا ولا ريح ولا كذا، صار عندك وسواس. أنا أحس أن سيدنا طلع شيء، لا، عندنا روايات أن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، يعني بمقعدك ينفخ ليوحي لك أنك أنت شنو، كنا يعني الوسواس. أحسنت، فأنت سوي نفسك ما أكو هذا الشيء، توضى روح صلي ولا توسوس زايد. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا سيد، لا تنسى دعائك الليلة. بارك الله بكم وأنتم كذلك. المشاهدين الكرام، أيضا لكم الشكر والتقدير على طيب المشاهدة والمتابعة، أيضا نفس الطلب من حضراتكم، لا تنسونا في دعواتكم هذه الليلة المباركة ليلة القدر، ولا تنسونا أيضا في زيارتكم إذا يعني وفقتم لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. شكرا، في رعاية الله وحفظه.